الأكل الحرج من القضاء بالنسبة للجمهور، وقامت الاعتبار الكثير من المواطنين الذين قاموا بالتظاهرات السلمية. ونحن في الحركة نحن عليكم إن شاء الله على التوافق من لا شرع له التغيير، لا مجرد التعبير في الوقت الذي بحركة ثوار بغداد، في الوقت الذي تعصف البلاد العربية ريح التغيير، تتصاعد يوما بعد يوم دعوات الشباب والنخب والجماعات والعشائر والمنظمات وعامة الناس إلى مواصلة وخاصة في يوم الجمعة من جمعة العرب. كل حالة العراق تسترسل عليه أن يكون في عين عاصفة التغيير وليس خارجها، لأن ذلك لأنه من أكثر الدول دول المنطقة في وجود الأسباب التي لا تدع مجالا للطمع منها. أولا الأمريكي الإيراني جاثم على صدور العراقيين منذ 80 سنوات، وثانيا فقدان الأمن بقليل، فالأجهزة الأمنية القمعية بنيت على رصد خارجية ولا تدعو بالحد الأدنى من المهنية، والتي ارتكبت أنشأ الجرائم في حق الإنسانية والتقليل العرقي والخارجي. ثلاثة، لا وجود الإنسانية في مفهوم الحكومات المتناقضة، ألا وهذا أن يكون هناك حقوق للإنسان. أربعة، فقدان الحق الأدنى من الحاجات الأساسية والأمن الغذائي. وخامسا، المنافس العواد يحصل المرتبة الأولى في التسابق لإدارة العالم. قامت الحكومات المتعاقدة بتحويل بلد الشهرة بالتعايش السلمي بين المالكين والتقدم العلمي والانعدام الذي هو إمكانية الصحراء التعليم إلى بلد ممزق متخلف مخيف، ووصلت نسبة العلمية إلى 60%. ولذلك فإننا ندعو شعبنا الذي وشريحة الشباب على وجه الخشوع إلى رفع الشعار يريد إسقاط النظام. أشكرك جزيلا سيد أبو أحمد، وقد تلوت لنا بيت